أنا طلبت السماح من يحيى بس هو ما ردش عليا، بس أنا عارف إنه هيسامحني صح؟ هو أكيد هيسامحني، هيسامحني لما يعرف إن أنا كنت نازل وعارف إن أنت في خطر. شفت رافع عليك المسدس، معرفتش أعمل إيه بصراحة. أنا آسف، آسف يا حسن، وآسف يا يحيى، بس والله ما كانش قصدي. مذهبي؟ أيوه. أنا حازم زين العطار، وإخواتي اتعرضوا للقتل. حضرتك هنحقق في الموضوع ده بعدين، أنا جاي عشان موضوع تاني خالص. أنا معايا أمر ضبط وإحضار أستاذ إرهام الذهبي. ليه؟ الأستاذة متهمة بشروع في قتل صالح العطار. أنا عمري ما هنسى اللي أنت عملتي فيا زمان. صالح أنا آسف. آسفة على إيه؟ على إني خليتيني أحبك؟ وقفت ليه؟ من النهاردة العيلة دي مش هتكون جزء من تجارة السلاح في البلد دي. تقولين يا ابني عايزين ايه؟ عينيك يا صالح، ما بقتش شايفاني زي زمان. شد حيلك. مين يا دكتور؟ صالح، عشان في حاجات كتير ماتت. هتزعل؟ واللي بيموت ما بيرجعش. ياسمين اطلبي لي حازم موبايلي فصل شحن. طيب حاضر يا مامي، هطلبهولك حالا. الو الو، اي حاجه جديده؟ ايوه يا حبيبي، طمني عليك انت واخواتك، ايه الاخبار؟ الحمد لله، يحيى وحسن عدوا مرحله الخطر الحمد لله. وصالح؟ الحمد لله، هو كمان عدى مرحله الخطر. طيب يا حبيبي، وحسنك طمنتني. شكرا، بالسلامة، خلي بالك من نفسك ان شاء الله. يا امي الله يسلمك. باي يا حبيبي. سليم بيه، بص، الو، كل رجالتك ما يتهوروش ويضربوا نار. ده لو عاوزين تشوفوا بنتكم تاني. كنتش فاكر انكم هتهاجوا ورايا بالسرعه دي. بس وماله، رضوان بيعرف يوجب مع ضيوفه في اي وقت. نورته. انت عايز ايه يا رضوان؟ انت عارف كويس انا عايز ايه يا سليم عطار.
عارف كمان ان رضوان ما بينساش. فاكر المكان ده ولا نسيته يا سليم؟ كلام اللي انت بتقوله ده يا رضوان كلام قديم، مات واتدفن من زمان. بعدين في حاجه كمان انت مش فاهمها يا اخي، حتى وانت دراعك ملو في يدي اتكابر والعظمه واخداك. انتوا فاكرين نفسكم ايه يا عطارين؟ وانت برضو مش عيب عليك تخطف حرمه وتتحمى فيها. انا ما كنت جاي عشان اخطف حريم، انا كنت جاي اخلص عليهم كلهم بصدر رقبتك انت. وانا جيت لك اهو، يبقى تاهت ولقيناها. سيب بقى البنت اللي معاك وتعامل معايا راجل لراجل. لو عايزها يبقى تجيني لحالك، تركب زودياك من عندك وتجيني فيه بطولك، وقول لرجالتك اللي مصوبين سلاحهم عليا دول لو حد فيهم فكر بس يدوس على الزناد بنتكم هتموت قبلي. ماشي يا رضوان، ماشي. وانا جاي لك لوحدي. ايوه يا جيهان، في اي اخبار جديده يا سليم؟ قربنا يا جيهان، قربنا. انا مش عايزك تقلقي. انا مش قادره اصدق ان حتى بناتنا وقعوا في الشر اللي عشنا فيه طول عمرنا. ما تقلقيش بقى، بنتك هتبات على سريرها النهارده. مش ولاد زين اللي يحصل معاهم كده وانا عايش. انا كنت بكلمك عشان اوصيك يا سليم، لقيتك لسه عايش على وصيه زين. وحموت عليها كمان يا جيهان. أرجوك ما تموتش، لا أنت ولا أي حد تاني. مش عايزة حد يموت. خلاص ارجعوا لي كلكم بالسلامة. بالسلامة. سلمى! مسلم! سلمى قومي! قنبلة فين؟ فين؟ اهدي اهدي يا سلمى. سلمى سلمى سلمى، يلا يلا على المية اجري. مش عارفه اشكرك ازاي يا سليم على اللي بتعمله معانا. انا وعدتك يا جيهان، ربنا ما يحرمنا منك ابدا. ربنا يخليك ليا يا عم سليم، مش عارفه من غيرك كان ممكن يجرالي. ولا حاجه يا حبيبتي، الحمد لله انك رجعتي بيتك وهتنامي الليله دي على سريرك ووسط اهلك. هسيبك بقى مع مامي علشان اروح اريح شويه. باي باي. مع السلامه. عن اذنك يا جيهان. مع السلامه.